انا مش محتاج السؤال على عقلي ده دلوقتي، بعين العقل جزء من الوعي بتاعك، ولو بتعمله انتجريت انت هنا القائد. انا اللي اختار، انا الجوهر، انا اللي اختار مين اللي يمشي، مش العقل يمشيني او العادلة تمشيني، المجتمع يمشيني، الاصول تمشيني، البيئة تمشيني، انت اللي بتختار. فعلى عيب العقل وصحبتك الروحية تحتاج منك انك تثق في استدعاء وعيك الروحاني، وعيك الاعلى. اثق ازاي؟ هي اجابة واحدة، هي اجابة واحدة. انا داخل اسأل نفسي الاولياء، اعمل الموضوع ده ايه؟ يمين ولا شمال؟ ولا في النص؟ ولا ما عملوش خالص؟ الاجابة بتيجي في ساعتها، في ساعتها. انت ما بتلحقش تنتظر، وانت مفكر انك هتشوف رؤية بسبب عينك التالتة، يعني معلومة مغلوطة برضو. العين التالتة مش معناها كده، يعني انك في صور، اي نعم، بس العين كمان روحاني زي عين فلو، زي بير، زي قناة، واخد بالك؟ مش مرتبطة بالعين اللي في دماغك ان على طول رؤية 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 رؤية، لا ابدا. العين التالتة ما هي الا الحكمة، العين التي ترى الحكمة من وراء المعاني والصور، انت فاهم؟ وانا تبقى حكيم، مش انك ترى دايمنشن اكتر، ترى الجن، ترى البسل في السماء، ولا مش عارف فورتكس، مش عارف ايه، ولا تشوف مرور الطاقة. ها، فانتباهك هنا دون ترقب، دون قلق خالص، وانت يعني انت عارف العيب عقلك، فانت بتقول لنفسك العليا، طب انا هنجرب، يلا نجرب القصه دي، هشتغل معاك بندول. لما تلف البندول مع عقرب الساعه يبقى في موافقه، عكس عقرب الساعه يبقى في رفض. العب وبرمج، برمج